الحدث الكبير حقيقة بوصول 4 طائرات F-16 إلى هذه القاعدة، طبعا دلالة كبيرة على في هذا التوقيت بالتحديد نحن في قتال مستمر، وإن شاء الله في المراحل الأخيرة من قتال داعش. هذه الطائرات التي خلفي سوف تشارك قريبا خلال الأيام القريبة القادمة في قتال تنظيم داعش، وسوف نهيئ هذه الطائرات للمعركة الكبرى إن شاء الله، المعركة الأخيرة في مدينة الموصل. دلالة كبيرة حقيقة يدل بأنه الدولة العراقية وأيضا بالجانب الآخر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وجميع العاملين على هذا المشروع نسير بخطى ثابتة للأمام، وهذا هو دليل نجاح هذا المشروع، مشروع طائرة الـF-16.